بمشاركة 1200 متسابق يمثلون ألعاب المؤسسات الحكومية والأندية الرياضية وناشطين ورياضيين من المحافظات العراقية، انطلق ماراثون المعارف الخامس تحت شعار طوفان الأقصى. انطلقت فعاليات ماراثون المعارف الخامس السنوي وتحت شعار طوفان الأقصى. اشترك في الماراثون ما يقارب 1200 متسابق من جميع أقضية محافظة الأنبار، بالإضافة إلى المحافظات العراقية من العمارة، من محافظة بابل، كذلك محافظة بغداد. وفرت الكلية جميع التجهيزات اللازمة للمتسابقين، بالإضافة إلى حدد جوائز مالية للمتسابقين العشر الأوائل. إلى كلية معارف ممثلين عن قيادة شرطة محافظة الأنبار قسم ألعاب شرطة محافظة الأنبار بقيادة الملازم الأول لازم أول محمد، ولبث الروح بين المواطن والشرطة. المشاركون في ماراثون المعارف أعربوا عن ارتياحهم لوجود اهتمام ودعم لبطولات ألعاب القوى التي ما زالت تمثل عروس الألعاب. راح أوصل المركز الأول في كلية المعارف النسخة الخامسة، وكان عدد المتسابقين أكثر من 2000 متسابق الحمد لله، وحصلت على المركز الأول. وجاء هذا المركز الأول بتعب وعناء بجهود المدربين، البطل أيمن جاسم والبطل محمد حبانية الحمد لله، ونشكر الداعمين إلي. يجد محبو ألعاب القوى ورياضة الجري في ماراثون المعارف الفرصة الحقيقية لإظهار مهاراتهم لتحقيق الجاهزية المطلوبة المشاركات الداخلية والخارجية. من الأنبار سعد الحاج، قناة زاكروس.